السلام عليكم الاخوات. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ميني بطبوط اللي كيجي جد رائع بواحد الحشوه اللي رائعه البنات. هنا عندنا الدقيق، عندنا واحد الكميه ديال الدقيق الفينو، واحد الكميه ديال الدقيق الفورت. هنا الاخوات الكميه على حسب شحال ديال العائله او الاسره. وعندي الملح، وعندي هنايا البنات معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال السنيده، وهنا معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، وهنا بطبيعة الحال الخميرة، وطبيعة الحال الماء للعجين. هنا الخميرة البنات نديرو الكمية على حسب الجو، إلا عندنا الجو بارد كنضيفها تكون شوية كتيرة، إلا كان الجو البنات سخون راه كنديروها غير قليلة. صافي هنا الأخوات غادي نذوب دابا هاد الخميرة إن شاء الله هي اللولة. هنا الأخوات كيجي هاد ميني بطبوط كيجي جد رائع البنات. هنا غنضيف سنيدة، من بعد غنضيفو الحليب المجفف. هنا البنات معلقة كبيرة، هنا البنات أنا درت كمية ديال العجين شوية كتيرة، نتوما على حسب سميتو على حسب الكمية ديال الأفراد، تقدروا ديروها قليلة تقدروا ديروها كتيرة، يعني ما نقدرش نقول لكم الدقيق شحال. أنا كندير عيني ميزاني ديما، ما كنديرش في المقادير. صافي هنا غنذوبو الخميرة مزيان، دابا نضيفو الملح، من بعد غادي نخلطو ان شاء الله، وغادي نخلوها شويه متلوقه، وغادي نديرو ليها شي كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. خليها ترتاح مزيان البنات، ومن بعد ان شاء الله اللي غنضيفو لها باقي الدقيق. هنا كيجينا البطبوط ما شاء الله خفيف، وما كيجيش مدقس، وكيتنسخ لينا في الطياب ان شاء الله. غنمشي معاكم باش نديرو الحشوه. هنا البنات عندنا الحشوه، هذه الحشوه باش نعمرو ميني بطبوط. عندي هنا البصله اللي قطعتها بهذا القطع هكا بهذا الشكل، وعندي الفلاح حلوه اللي تاهي قطعتها بهذا القطع هكا بهذا القطع صغار، تقدروا تزيدوا فلاح حمراء فلاح صفراء. وعندي هنا جزر اللي تاهو هو مشرطو بحال هذا الشكل هكا. وهنا عندي قطع تاع لاداند، تقدروا ديروا لاداند تقدروا ديروا دجاج. وهنا عندي الزيتون مقطع، وهنا عندي البيض مسلوق البنات، وهنا عندي توابل، عندي التحميره، وعندي الحرقوم، وعندي الكمونه والملح، وهنايا واحد الضمه ديال الثومه تقدروا ديروا الثومه الاخرى. صافي هادشي اللي عندي البنات، ان شاء الله غادي نشحرو نوريكم الشكل الطريقه ديالته. هنا غادي ناخذ المقله ديالتنا البنات، غنضيفوا ليها الزيت. هنا ضيفوا البنات الزيت البلديه ولا الزيت النباتي بحال بحال، غير انا كنفضل الزيت البلديه. هنا غنضيفوا ان شاء الله البصله، غادي نخليها ان شاء الله تشحر مزيان حتى تهبط. غادي نضيفو ليها المكونات الاخرى، صافي البنات. هنا غادي نخلي ان شاء الله نحركو فيها حتى تهبط لينا. غادي نضيفو الفلفله ان شاء الله. هنا البنات هاد الحشوه كتجي رائعه في هاد الميني بطبوط، يعني كيحبوها لي الوليدات كتعجبهم بزاف. ان شاء الله الا كملت التحير ديالها ان شاء الله هي راه تشحرت لينا. دابا غادي نضيفو ليها ان شاء الله الفلاح حلوه. هنا البنات اللي عندكم الفلافل الاخرى نضيفوها حتى هي راه مزيانه. ومن بعد ان شاء الله نضيفو الجزر اللي بشرته بهذا الشكل، ما يكونش تاني رقيق بزاف حيت غادي نعمرو به الميني بطبوط ديالنا، خصو يبان شويه. صافي نبدا نحرك مزيان، ومن بعد ثاني ان شاء الله غادي نضيف ليه نضيفو لاداند. هنا البنات اللي حبيتو ديروا لاداند ولا ديروا الكفته ولا قطع ديال الصدر ديال الدجاج، يعني اللي متوفر عندكم. لكن بهاد الحشوه ديال لاداند كتجي البنات رائعه. هنا انا شرملتها، هو الاول اللي ضفتها ليه. صافي غادي ان شاء الله نشحروا هادشي مزيان البنات، طيب تشحر مزيان. ومن بعد ان شاء الله راني البيض مسلوق راني حكيته في الحكاكه غليظه، والزيتون مقطع حتى هو من بعد ان شاء الله. وغادي نضيفوا ليه
صافي غادي نبقاو ان شاء الله نشحروا في هذا الشيء ونضيفوا الضمه ديال الثومه، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيفوا التوابل حتى هما، يا كلشي هاد التوابل اللي عندنا البنات، التحميره والحرقوم وهذيك والملحه والكمونه. هنا البنات حاولوا النار خلوها تكون مجهده باش ما يطلق لكمش هذاك الماء باش تجي الحشوه ناشفه البنات. هنا البنات العجين ديالنا هي من بعد ما خليناها ارتاحت بحال هكا خمرات، غادي نضيفوا ليها الدقيق بهذا الشكل البنات، غادي نخلطو. هنا البنات غادي نبقى نجمع العجين، بهذا الشكل البنات كيجي واحد البطبوط اللي جد رائع، كيجي خفيف كيجي مهوي من الداخل. صافي هنا غادي نبقى مستمرة على العجين هكا حتى نجمع العجين ديالي ان شاء الله. البنات هاي العجين ديالنا، هاي كيفاش ولات بهذا الشكل هكا، كتكون خفيفة البنات. صافي غادي ان شاء الله نقطعها، هنا صافي البنات هنا قطعت العجين على ثلاث القطع ان شاء الله، غادي باش نشكلها على غندير فيها ثلاث تشكيلات. هنا غادي نستعمل الدقيق فينو، ما نديروش الدقيق الفرصه البنات، هنا صافي البنات من بعد ما سرحتها غندير انا هاد المول، غندير انا هذا. حاولوا البنات العجين ديروها تكون متوسطه يعني مغليظه ما رقيقه بزاف باش ما تكونش معجنه من الداخل، تكون هاد الدبابه كثيره. بهذا الشكل البنات، ودغيا البنات غادي غنحطهم في زويف، ما غاديش نتا ديك 10 دقائق ما كاملاش ونبدا نطيب فيهم حيت اصلا اختامروا قبل. كتجي هذه العجينه البنات رائعه. صافي انا غنكمل هذا الشكل ونعاود ندير الشكل الثاني. هنا صافي البنات هنا غندير معكم الشكل الثاني اللي بسطت العجين بهذا الشكل هكا. غندير بهذا الشكل هكا، صافي البنات هاد الشايبتين غادي نعاود نصايبهم. صافي بهذا الشكل البنات نديرو نتا هما نحطهم يختامرو ونمشي معاكم تاني الشكل الثالث ان شاء الله. هنا البنات ها هي الشكل الثالث اللي دراني بحال هكا، صافي بهذا الشكل شوفو كيفا كتجي، كتجي رائعة بهذا الشكل مكلت. هنا البنات صافي غادي نبداو نطيبو البطبوط ديالنا، غادي ندهنوا شويه المقله بشويه الزيت يكون عقليل، ومن بعد غادي نضيفوا البطبوط ديالنا. صافي البنات هنايا ما تخلوش الخبيزات حتى يتنفخوا في الاول، يعني غير تلوحهم في المقيله وواحد شويه في البلاصه قلبوهم، وبقاو هذه الطريقه استمروا فيها، تبقاو تقلبوا فيهم بشويه بشويه مره مره هكا تقلبوهم باش يتنفخوا لكم البنات. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجوا، راه كيجوا مهويين من الداخل. والعجينه البنات الا عجنتوها ما تخلوهاش غليظه، حاولوا ديروها ما رقيقاش ما غليظاش باش ما نجيش فيها هذيك الباب من الداخل. من بعد ضفت ليه البيض وضفت ليه هنا الزيتون، صافي دابا غادي نعمر ان شاء الله الحشوه. ها هو البنات الشكل النهائي ديالنا ديال البطبوط،
اللي كيجي جد رائع البنات. ها هو هذا الشكل اللي درنا، شوف ما شاء الله، ها هو معمر فيه البيض وفيه الزيتون، كتجي هاد الحشوة رائعة البنات. وهذا اللي درنا دائري هكا، وهذا ديال المثلث، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي البنات. كنفتحوه من الجنب باش نعمر الحشوة، كيجي هكا البنات. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، ما تنساوش البنات ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم، وإلى فيديو قادم بإذن الله.